يا طالب العلم خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن خمسين بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي وزادت الضعف من تكميل محتسب وتم تفصيلها مع غالب المثل إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء وعنه الحرف لم يحل والزم بنا الاسم إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر في وضع كقلت ولي كذا الشروط والاستفهام واسم إشارة تشابه معنى الحرف في المثل وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل وشابهه اسم الفعل في العمل وفعل أمر وماض فابنه ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثل والجزم للفعل فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطل وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل لكل نوع علامات مفصلة فالرفع أربعة في قول كل ولي والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث وللجزم اثنتان تلي فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت نون غير منفصل فالضم في جمع تكسير ومفرده وفي المضارع قطعا غير متصل بياء أنثى ولا واو ولا ألف ونون توكيد أو نون الإناث يلي وسالم الجمع في الأنثى وملحقه والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي أب أخ وحم ذو حكمة وفم يخلو من الميم وافهم شرط ذا العمل إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء كفو ذي العدل لم يمل وسالم الجمع تذكير وملحقه كالمؤمنون أولو التصديق للرسل وفي المثنى وما جراه قل ألف والنون بال